ها اللهم صل قباق خلي لا ليش تنزل قل لي شو تريد انا هنا يمك هاك حمزة بعد السقف واحد فوق ترى هو قبق يعني ما يرى دلالته ما اقدر اخذ تفسير كيف زوايد قبق هاك عين هالقبق يلا هذا هم خلي يمك خاف يحتاجون طيب لوكا اعطيني بلاكه اعطيني بلاكه شوف 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 شوف